من الأشياء اللي بتوفرها منصة زاجل للمشترك على المنصة، سواء كان هذا المشترك زبون لشركة تجارية مشتركة على المنصة أو هو زبون أصلاً ومشترك على المنصة، هو وجود صفحة. ففي عندي صفحة شخصية، مثال هنا صفحة الشخصية، وضع فيها مجموعة من الأمثلة اللي ممكن يستفيد منها كل واحد من المشتركين كصفحات سوشيال ميديا. الصفحة بتتضمن مجموعة من الصور مع اللي هي النصوص اللي بيحتاجها، الصفحة الشخصية الخاصة بي، تمام. ممكن طبعا التواصل مع أي شخص مشترك، التواصل معه من خلال هو محادثة أو من خلال الماسنجر، تمام. ممكن في تطبيق، وهذا حنحكي عنه إن شاء الله في الدروس القادمة، إنه المنصة بتوفر تطبيقات مجانية للمشتركين. أحد هذه التطبيقات هو إنه أنا أعرض ملابس أو أحذية إلي على صفحتي الشخصية، أو أعمل مع مشاركة عليها مع الشركات التجارية. الأمر الآخر، بإمكاني إن أنا أعمل منشورات خاصة بي، أضيف منشورات هنا، منشور، وأكتب فيه الأشياء اللي بدي إياها، أضع الصور، أضع الفيديوهات، أو أعمل مشاركة لمنشورات الشركات اللي ناشرة شغلها على المنصة، الشركات التجارية. وببين هنا شعار الشركة اللي هي أنا عامل مشاركة معها، وطبعا المنشور بالكامل كما هو يأتي إلى هذا المكان. هنالك أمر مهم كثير جدا كمان، اللي هو العقارات. الآن في عقارات أنا أجيبها بأسوق لإحدى الشركات العقارية، بسوق لهم على صفحة الشخصية. بإمكاني أذهب إلى شركة عقارية من الشركات المشتركة على المنصة وأعمل مشاركة على العقارات الخاصة فيهم، وستظهر هنا. طبعا بإمكاني كمان إن أنا أستفيد من عملية المشاركة فيما يسمى إشارة مرجعية، اللي هنتكلم عليها إن شاء الله في درس منفصل. الأمور الثانية اللي هي عقاراتي، أنا هنا أعرض العقارات التي أمتلكها، تمام. أضع لي المعلومات بالكامل عنها وأضعها هنا، ومعي تقريبا 6 أو 7 يعني عقارات أستطيع أن أعرضها على صفحتي الشخصية مجانا. وبإمكان أي شركة ترى أنها تستطيع أن يعني تسوق للعقار الخاص بي أنا، فمجرد ما هي تطلب اللي هي المشاركة، تمام، حيبين عندي إنه الشركة الفلانية تطلب المشاركة، إن اتفقنا مع بعض أعطيها الإذن، وهذا الكلام يدار بالكامل من خلال صفحة إشارات مرجعية. كذلك أستطيع أن أضع خبراتي ومهامي الوظيفية كسي في، تمام، وكل جزء من هذه الأجزاء يمكن يعني تعبئته أو تركه فارغ. كذلك اللي هو كما قلنا إنه العالم الآن يتجه إلى المهارات، أستطيع أن أضع اللي هو مهاراتي التي أمتلكها والتي أسعى لامتلاكها، وهذا مهم كثير جدا، لأن المهارات التي أسعى لامتلاكها ستظهر إن شاء الله عند المراكز التدريبية التي يعني تشترك بالمنصة في حال سمح اللي هو بالنشر، بحيث أنه هو أي عروض تأتي بناء على حاجته لمهارة معينة، هذه العروض يعني مباشرة تأتيه إلى صفحة الإشارات المرجعية. وكذلك يستطيع أن يضيف له الصور الخاصة به، وكذلك مكتبة الفيديوهات التي يعني ينتقيها ليضعها على صفحته الشخصية، هذا الأمر، وبيانات الاتصال والتواصل الخاص به. كل هذه الأمور تدار من خلال الصفحة الشخصية المجانية التي توفرها المنصة لكل مشترك من المشتركين عليها. دمتم بخير.